لا يزال الشعب البحراني يعبر عن استهجانه الشديد لقرار النظام بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي هذا الصدد خرج ثوار النويدرات يوم أمس الاثنين في تظاهرة احتجاجا على تلك الخطوة المخالفة لأسس الأمة العربية والإسلامية، وأقدم النويدريون على حرق علم إسرائيل تعبيرا عن نبذهم لهذا الكيان اللقيط والدخيل على الأمة. ولم تتوانى قوات النظام عن كشف وجهها المتعاطف مع إسرائيل، حيث قابلت تلك التظاهرة بطلق ناري أصيب خلاله عدد من المتظاهرين دون تسجيل حالات خطيرة. أما في بلدة الصالحية فقد شهدت حدثا لافتا، حيث استقبل الأهالي المفرج عنه عدنان حبيب بعد قضاء 3 سنوات في سجون آل خليفة، وأكد الحاضرون على صمود الشعب البحراني رغم كل القمع والتنكيل الممارس من قبل النظام الخليفي الذي يواري معضلاته بخرقة القمع.